في الختام عايزك توجه رسالة لجمهور النادي الأهلي من أليو ديانج اللاعب المنضم حديثا للنادي الأهلي، وهو أحد إن شاء الله أهم الصفقات اللي هتكون موجودة في نص الملعب وفي الفريق بشكل عام. مازامي ان شاء الله. طبعا انا شفت سعاده الناس في تواجدي بالنادي الاهلي، عشان كده انا طبعا هبذل اقصى ما عندي لاسعادهم، وهدي 100% من مجهودي لاسعاد الجمهور وتحقيق الالقاب ان شاء الله.